وخلال عام 2022 شهدت مملكة البحرين إقامة الكثير من المعارض المتخصصة، فاستطاعت أن تثبت تميزها في تنظيم واستقطاب المعارض الإقليمية والدولية. نعم، وسطرت مملكة البحرين أجمل قصص النجاح بسواعد وكفاءة أبنائها في التنظيم والإشراف. نتابع معكم هذا التقرير الذي يسلط الضوء على أبرز ما احتضنته مملكة البحرين من معارض في عام 2022. مملكة البحرين دائما تستضيف كبرى الفعاليات على أرض الوطن، وتقوم بتنظيم أكبر المعارض المحلية والدولية سنويا، وهذا ما يعزز من مكانة مملكة البحرين على الخارطة الدولية والعالمية. وعام 2022 شهد تدشين العديد من المشاريع التنموية اللي تأكد مضي البحرين في التعافي الاقتصادي بسواعد فريق البحرين. نبدأ معاكم بأهم المعارض اللي أقامتها المملكة خلال هذا العام، ومع معرض البحرين الدولي للطيران، وكان هذا المعرض مميز بكل ما فيه من تفاصيل عكس قصة نجاح متميزة للمملكة بالتزامن مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاقته. وقدر المعرض أنه يستضيف كبرى الشركات من حول العالم، وكان منصة مهمة لإبرام الكثير من الاتفاقيات في قطاع الطيران والنقل. ومن بعد معرض البحرين الدولي للطيران شهدنا افتتاح مركز البحرين العالمي للمعارض اللي يحمل مستوى عالمي في التصميم اللي أثبت الفن والأصالة العربية، بالإضافة للمساحات المتنوعة اللي تتناسب مع كل المعارض والمؤتمرات والفعاليات والاحتفالات وكل الأمور الترفيهية والمناسبات الخاصة، بمساحة عرض إجمالية تصل حتى 95,000 متر مربع موزعة على 10 قاعات ضخمة. ومع افتتاح المركز شهد أكبر المعارض وأرقى الأحداث منها معرض سيتي سكيب العقاري، وهو أكبر حدث عقاري في الشرق الأوسط تمت إقامته على أرض مملكة البحرين، وقدم أحدث ما توصلت له التكنولوجيا العقارية وشركات التطوير العقاري في هذا القطاع الهام. أيضاً شهد هذا المكان افتتاح معرض الجواهر العربية، واللي جمع أكثر من 650 علامة تجارية رائدة في صناعة وتصميم المجوهرات الفاخرة، تنتمي لأكثر من 30 دولة، من بينها أكثر من 40 علامة تجارية جديدة في عالم المجوهرات. وهذا العام سجل المعرض قصة نجاح امتدت ل30 عام منذ إقامة هذا المعرض لأول مرة على أرض مملكة البحرين. وشهد مركز البحرين العالمي للمعارض كذلك الانطلاقة الأولى من معرض العطور العربية، اللي يعد أول معرض للعطور الفاخرة على مستوى المملكة بمساحة تزيد عن 8,000 متر مربع، وتم عرض مجموعة كبيرة من العطور الفاخرة والمميزة من الخليج والعالم، وقدر المعرض أنه يستقطب محبي العطور بشكل كبير. هذه كانت بعض المعارض المقامة على أرض مملكة البحرين، واللي بتكون ضمن مسيرة المملكة الحافلة بالإنجازات والاستضافات العالمية اللي تضيف لمملكة البحرين رصيد كبير في عالم المعارض وكبرى الفعاليات بمختلف أنواعها، واللي ترسخ من اسم المملكة في عالم المعارض.